يعني مو مختصه فيها معينه اطفال وكبار السن. حلو، حبيت ريحانه الخاصه للمراه ومواضيع المراه موجوده هنا بالمركز، فشكرا لكم موفقين. خلينا نستمر وياكم، اللي يحب يدرس خارج العراق خلينا ننتقل لمخرجنا، خلينا ننتقل ادرس في ايران بعدين ننتقل الى مصر. اكو هنا مجموعه من الجامعات، هذه الجامعات اللي يحب يدرس في ايران مقابله لطيفه يشرحوا لك عن الجامعات الموجوده، وايضا في دورات لتعلم اللغه الفارسيه، راح نعرف تفاصيل اكثر. السلام عليكم، شلون الصح؟ ممكن وقوف؟ اوكي ممنون. هاي جامعه شريف للتكنولوجيا مثلا، جامعه ايلام، وهنا الاخت دوره الفارسيه، جامعه شهيد، وغيرها جامعات الفنون. استاذ السلام عليكم، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا فيكم. الله يحفظكم. تكلمني عن فكره ادرس في ايران. اولا ارحب بحضوركم في جناحنا. الشغله الثانيه، نحن اجتمعنا هون لتوفير فرص للدراسه للطلاب العراقيين بايران. يعني نحن خمسه جامعات منتخبين من قبل وزاره التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الايراني، جئنا هون لإتاي تشاور للطلاب العراقيين وتوفير الفرص لدراسه الطلاب العراقيين بايران بكل اختصاصات بكل مستويات، بكالوريوس ماجستير ودكتور. طيب ما هي مميزات الجامعات حتى نشوف الشباب يفضلون الدراسه في ايران؟ شنو المميزات في جامعات ايران؟ والله حسب يعني اختيار الطالب، يعني انا يعني ما يعني كل شيء بجامعاتنا بايران ايرانيه متوفره ومستواها عاليه بالمنطقه، والان حوالي تقريبا 20,000 طالب عراقي يدرسون عنا في انحاء البلد في كل جامعاتنا الايرانيه في اختصاصات طبيه وغير طبيه. نعم. في عروض لاسعار الجامعات في والله حسب يبلغ علمي شو اسمه الاسعار الرسوم الجامعيه والدراسيه بايران تصور نصف اسعار بالعراق، يعني بتصور هيك. ولغة التدريس بإيران هلا في هذا الفصل حسب قانون جديد من قبل وزارة التعليم العالي الإيراني فارسية، طالب عندما يأتي عنا لازم أن يشارك بالدورات لغة تعليم اللغة الفارسية بعدين يدخل في الكورسات. يعني شكرا، اهلا وسهلا، ممنون، الله يحفظكم. احنا اسعد اكيد هذه الفكره لكل اللي حابين يدرسون في ايران، في بوث خاص لأدرس في إيران لمختلف الجامعات، تقدرون تعرفون تفاصيل أكثر. ننتقل إلى المبتكر الصغير، السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. تعرف على حضرتك؟ مريم. مريم، أنت اليوم في بوث اللي خاص في مصر؟ أي نعم. أي، خلي نعرف. السلام عليكم سيد. مرحبا. أهلا بك. الله يحفظك. من مصر؟ مصر. شلونكم؟ شلون مصر؟ تعالي شوية تعرف عليك. أكيد أنت تعبانة مرهقة. لا لا تمام. تمام. شنو اللي يميز مصر خاصة بالمبتكر الصغير؟ تعرفين الطفل خاصة احنا مثلا عندنا فد افكار معينة للاطفال، لكن نطلع على دولة اخرى اكيد راح يستفاد الطفل. ما يميز المبتكر الصغير عندكم في مصر عن العراق؟ الصناعات الخشبية، البازلات الخشبية، الوسائل التعليمية بالنسبة لتنمية المهارات دي بتكون مختلفة شوية. اللي هي هذه تقوي المهارات العقلية. تمام، المهارات العقلية. طيب شلون اختارها اذا الاطفال من اعمار معينة ممكن توريه؟ بتكون حسب الاعمار او بتكون حسب تركيز الطفل، في احتياجات خاصة، في اطفال عندهم توحد، بتختلف الوسيلة من طفل لطفل او حسب العمر يعني. اذا انت تسألين يشرحوا لك الطفل وعمره ممكن حد يجي يسأل عن وسيلة معينة للطفل. طيب أسعارهم؟ في من 1,000 إلى 25,000 على حسب. جيد. يعني جيدة. شكرا. مساعدة إلك ست، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. عرف عليك؟ اسمي مريم. يا أهلا مريم. مريم أنت تساعدين في البوث، هذه الفكرة التطوع الجديدة يعني دا أشوفها هذا العام، يعني بمشاركتك أول مرة تشاركين؟ لا أكثر من مرة على فكرة. أنا محامية. يا عيني. أهلا وسهلا بك.
زين. شلون اجت فكره انه تتطوعين وتساعدين؟ لانه الاطفال اي فكرتها شنو اللي اطفال يعني صعوبه التعلم عندهم اللي مثلا التوحد امراض التوحد نعم تكلمي لصعوبه التعلم اللي عندهم يعني يواجهون صعوبات معينه او مثلا عندهم حالات خاصه فهي هاي الوسائل تنمي مهاراتهم ويعني هيك حالات اطفال الخاصه اللي عندهم مشكله صعوبه تعلم هي هاي الاشياء تساعدهم حتى يقوون مهاراتهم يكتشفون مواهبهم وهيك اشياء. انت حابه هذا العمل التطوعي؟ كلش حلو. شنو ضاف المريم؟ ضاف هواي اشياء انه التعامل مع الاطفال يعني الفرحه اللي عندهم من لما يجون ياخذون الحاجه انتقائهم للاشياء للكتب اكو كتب تعليميه تنمي اللغه الانجليزيه الرياضيات كل هاي الامور كل هاي المجالات. موفقه مريومه. شكرا. أمين. شكرا سيد. أمين. الله يحفظكم. اكيد خلينا ننتقل لمكان اخر بعد المبتكر الصغير من مصر ننتقل الى المستشاريه الثقافيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اللي مو دائما يعني مو اول مره عفوا انه نشوفها دائما نشوفها بالمهرجانات سواء كان في الطفل او الفتره كنا في مهرجان طفل والان خلينا ننتقل لهم. السلام عليكم استاذ حيدر. سلام. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا بكم. شو اخبارك؟ الله يحفظكم ان شاء الله. بارك الله بكم. يا المستشاريه ذكرت انه مو اول مره بكل مهرجان ثقافي موجودين ما شاء الله ما يميزكم عن البقيه. الله يحفظكم. طبعا احنا نشرف بمشاركتنا بمعارض الكتاب. هاي مشاركتنا لم تكن المشاركه الاولى. لدينا مشاركات في محافظه بغداد بالاضافه الى المحافظات العراقيه الاخرى. في مشاركتنا هاي تمثل يعني اهميه كبرى باعتبار بغداد هي حاضنه للمثقف العراقي. 340 اصدار من اصدارات المستشاريه حاضره في هذا المعرض. كان اخر اصدار هو اصدار مواكب. هذا الكتاب من تاليف سماحه الشيخ غلام رضا ابادري اللي هو المستشار الثقافي في بغداد. يتحدث عن كرم الشعب العراقي في خدمه زوار الامام الحسين في الاربعينيه. كتاب جدا مهم عليه بعض الاقبال من قبل الزائرين الوافدين المعرض. نعم. بالاضافه لذلك عندكم مسابقه جائزه الاربعين مقرره انه تجلس تقيم الاعمال الفنيه الموجوده وجوائزها جدا قيمه. يعني احنا نتمنى من المشاركين طبعا هي لحد الان الرسائل اللي توصل للمسابقه جدا ارقام كبيره خصوصا من العراق باعتبار هو يعني من كل دول العالم مو فقط العراق. طبعا بالتاكيد يعني من خلال طريق الزائرين بين المحافظات العراقيه وصولا الى محافظه كربلاء المقدسه ما يشاهده الزائر خلال الطريق من بعض القصص ويوميات السفر ممكن يشارك بها خلال المسابقه وبالتالي يعني يدخل ضمن المنافسين. طبعا جهد كبير ويحتاج لوقت. حياكم الله على هذه الفكره اللي هي تشجيعيه لشبابنا يشاركون مختلف الاختصاصات الموجوده. دخلوا على الموقع او كتبوا مسابقه جائزه الأربعين راح يطلع لكم التفاصيل ودخلوا على الكود وشوفوا تفاصيل. شكرا استاذ. شكرا جزيلا ومرحبا بكم. خلينا نستمر وياكم اللي ننتقل الى جناح اخر ايضا لايران راح نشوف تفاصيل. عندهم هنا شويه اختلاف بمعنى انه موجود هذا مو فقط كتب ومصادر انما قرطاسيه ايضا هدايه القران الكريم راح نعرف تفاصيلها. السلام عليكم. سلام. زينين ان شاء الله. احنا مطبعه جنجل الدوليه من ايران. نعم. احنا نطبع كتب كراسات دفاتر نوتبوكات واي شيء يطرح الطباعه هنا نطبعه. نعم. مصاحف دفاتر نوتبوكات كتب. نعم ايضا اي شيء يطرح الطباعه هنا نطبعه. هاي المشاركة الأولى أم شاركتوا سابقا في المعرض؟ هاي المشاركة الثانية. هاي السنة الثانية اللي نحن نشارك. ما يميز هذا العام عن السابق؟ بهذا العام الازدحام أكثر كان استقبال وايد كبير كان وإنه أيضا يعني يبين إنه شعب مثقف يدور على الثقافة. مثلا إحنا كمطبعة هسه هنا بس يجون يسألوني على الشعراء على تاريخنا على الأدب فهذا الشيء جميل يعني. هذه انطباعك بصورة عامة عن المعرض عنكم أنتم ما يميز هذا العام عن السابقة شنو أضفتوا أشياء جديدة للموجودة عندكم؟ احنا ضفنا يعني حاولنا هاي السنة نجيب أي شيء نقدر أنه نعمله من الجودة كواليتي تقنيات جديدة. احنا عندنا أحدث المكانات بالمطبعة مالتنا لحتى نفرجي الزبون والدور النشر والمكان اللي احنا بيه انه عندنا هاي الغابلية وعندنا هاي الامكانات. نعرف اسعاركم؟ هو اسعارنا لا طبعا لازم تعطوني المواصفات وتعطوني الكمية فلانه احنا يعني المكانات مالتنا اوفست فيعني
ترتبط وايد بالكمية، إنه كل ما الكمية كانت كبيرة كل ما السعر يتقسم على الكتاب. فكرة حلوة، موفقين ست. شكراً لك. شكراً الله يحفظكم. هذه مطبعة مثل ما ذكرت الست مختصة بمختلف المصادر اللي موجودة. السلام عليكم أستاذ. الله أهلا وسهلا. عرف عليك. قاسم أبو مرتضى. شنو تعمل؟ والله أنا موظف. طيب بعد العمل اليوم جاي بعد الوقت؟ اي والله بعد الدوام جيت الى المعرض. حياك الله، الله يساعدك. شنو اللي جذبك لحد الان؟ هاي دخلتك اعرف انت هسه داخل، بس شنو اللي جذبك في المعرض؟ والله انا المعرض كل سنه اجي طبعا، وهاي السنه حقيقه متميز يعني بالحضور، بحضور يعني الناس وكثره الاقسام اللي موجوده بي يعني، ودور النشر اللي موجوده. أما الكتب فالكتب منوعة من كل شيء موجود، كتب علمية دينية سياسية ثقافية كل شيء موجود. أنت شنو تحب، أي اختصاص تقرأ؟ جانب الديني يعني أكثر شيء. أنا جيت قبل يوم أنا أخذت مجموعة كتب واليوم هم جيت. أنا طبعا من عوائل الشهداء، ابني عندي شهيد وحصلت على كوبون مع الشهداء من مؤسسة الشهداء؟ من مؤسسة الشهداء اللي قيمته 25,000، تقدر تاخذ من اي دار نشر بقيمه 25. فانا هسه قاعد اشيك الكتب اللي اريتها حتى اخذها. والله عمو تستاهل. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا شكرا قناه الايام. الله يحفظكم عمو، شكرا جزيلا. موظف جاي من بعد الدوام مهتم بالشان الثقافي وليطور من نفسه ويلقى ان شاء الله المصادر اللي يرغبها. سوريا السلام عليكم. شلون صح خليك مكانك، تعرف عليك؟ دار القلم للطباعة. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. فكرة الدار معني بأي مصادر؟ هلا مهتم بالكتب الإسلامية أكثر شيء والأدبية. طيب أنتوا هاي أول سنة تشاركون أم بشارك؟ كل سنة بنشارك. ما يميزكم هذا العام عن السابق؟ هلا في منشورات كثير بالمجالات الأدبية والمجالات الإسلامية. طيب شنو رأيك بالقارئ العراقي؟ ممتاز. أكثر من هيك؟ طيب هنتكلم عن اسعار دار القلم. ايه اسعارها وسطيه تقريبا، يعني في شيء غالي وفي شيء رخيص. حبيت الاجواء هنا؟ طبعا ممتازه الحمد لله، والترتيب ممتاز. ايه طبعا، ايه بغداد بالذات. الله يحفظكم بلدكم هذا الثاني. شكرا لك استاذ. اكيد راح نستمر حبيبتي المشاهدين، لكن خلي نروح فاصل لزميلنا المخرج امير وبعدها راجع. اهلا بكم من جديد من مكتبه اضاءات بالفكر السيد الحيدري. تعرف على المصادر اللي خاصة بالسيد الحيدري والسيد كمال الحيدري، راح نتعرف أكثر مع شيخنا سماحة الشيخ. السلام عليكم، تفضل هنا حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم. تعريف أكثر لهذه المكتبة والمصادر الموجودة. أي نعم. مكتبة إضاءات هي يعني تأسست بناء على المنهج الفكري لسماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري دام ظله الشريف، اللي هي بدأت تعتني بنشر التراث الفكري يعني المطبوع والمسموع والمرئي، يعني مو فقط الكتب المطبوعة، باعتبار أنه مرجعية السيد الحيدري يعني مصداق للمرجعية الشمولية اللي تحمل سعة معرفية واسعة، يعني مو فقط المنهج الكلاسيكي المتعارف بالحوزات يعني المنهج الفقهي والأصولي والرجالي، لا، وإنما يعني يختص أو يشمل عموم الفكر، يعني من جوانب معرفية فلسفية تاريخية في نظرية المعرفة، في يعني تشعبات هاي العلوم اللي ابتنت على أساسها المنهج القرآني، لأن القرآن ما يدعو فقط للأحكام الشرعية، لا، وإنما القرآن يعني يشمل جميع نواحي الحياة، لأن هو كتاب هداية للبشر، وما دام كتاب هداية للبشر لابد أن يعتني بجميع النواحي اللي تهم سعادة الإنسان وتحقيق نظام الإنسان بهذا العالم. أحسنتم شيخنا. خليني نسألك حول المعرض ورأيك. نعم. بالمعرض وأيضا وجودكم المستمر إن شاء الله في المعرض. إن شاء الله. وبالحقيقة هي هاي المعارض يعني جانب مهم، جانب فكري مهم، وإحنا ندعو من خلال يعني إقامة هاي المعارض ندعو خاصة الشباب، يعني هاي الفئة العمرية الشبابية، لأن إحنا خاصة يعني بالعراق بحاجة إلى نهضة فكرية، نهضة توعوية، بحاجة إلى مثل ما عبرنا مرة إلى تربية ذهن الإنسان، لأن هذا الذهن يحتاج إلى تربية،
وهاي التربية ما لم يكن يعني الإنسان وخاصة الشاب العراقي يعني إحنا بالخصوص إذا ما يكون عنده وعي واطلاع على قراءة الكتاب وعلى اقتناء الكتاب ما ممكن أن يطور نفسه وما ممكن أن ينهض بمسؤولياته، لأن الشاب مطلوب من عنده مسؤوليات كبيرة جدا خاصة بهذا الوقت المعاصر. يعني إحنا فإنشاء يعني هكذا معارض، إقامة معارض كتاب يعني ضرورية جدا. شكرا شيخنا، موفقين دوما الله يحفظكم. انتقل إلى مكان آخر مشاهدينا الأحبة، لمكتبة وثائقية عامة من العراق. السلام عليكم، شلون صحة؟ تفضل هنا أستاذ، تعرف عليك. الله يحفظك. الحمد لله بخير. عرفنا على اسم المكتبة؟ نعم، مكتبة أبو سعيد الوثائقية. ليش هذا؟ هي وثائقية أبو سعيد مؤسسها، سيد حسين أبو سعيد الموسوي، جد أبو سعيد يصلحوا له. نعم، فهي وثائقية بالنجف هاي مكانها. هي من شو وقت متأسسة؟ صار كم سنة؟ يعني قديما كانت، اي كانت صغيرة توسعت، فهي تهتم للباحثين مثل الطلاب اللي يرتادوها الماجستير والدكتوراه، للبحوث مثلا اللي عنده بحث في ماجستير دكتوراه يجي يراجعنا. يلقى ضالت نعطي مصادر، نوفر له مصادر. طيب المواد اللي تطرح المصادر الإسلامية فقط أم في مواد أخرى؟ لا جميع المواد، واختصاص السيد مؤسسها علم الدراية والرجال والأنساب مثل ما تشوفون حضراتكم هسه الآن، هاي مؤلفات السيد كلها. نعم الله يخليك. طبيعة أسعاركم شون؟ يعني أسعارنا مدعومة، مثل عندنا مثل ثلاث أجزاء بحر الأنساب على 10 أقوى على 5، يعني أسعارنا لا بأس بها. نعم مناسب بالنسبة للمعرض يعني. إن شاء الله. شون رأيك بالمعرض بصورة عامة؟ كإقبال يعني صار اليوم الثالث لا بأس، يعني حضور جيد، يعني قوة شرائية أكو. أكيد إحنا من خلالكم ندعو للناس. نعم. جميعا اللي يجون يستفادون من الموجود في المعرض. نعم أكيد، فالحضور يعني لا بأس، يعني يختلف عن السنوات اللي مضت، حضور يعني جيد، معناه هو اليوم الثالث اكو حضور كلش قوي صار يعني المعرض. نعم شكرا لك استاذ، موفقين دوما، خلي استمر وياكم. انتقل شويه، خلي اشوف انا، هاي دائما تجذبني التعليميه والاشياء الخاصه للطفل. الطفل تعرفون مرحله مهمه كالنقش على الحجر، هذه المرحله اذا ما عديتها بصوره صحيحه ما راح ابني جيل واعد. اي شو رايك هاي؟ هذه 50,000. زين تشوفها مناسبة لبنتك؟ هي عاجبها يعني. هي شنو هي هذه؟ هذه برمجة ألعاب للأطفال. نعم. أي ألعاب بالضبط؟ عرفت تفاصيلها؟ أي نعم عرفت التفاصيل. السلام عليكم. شلون صارت؟ بصي دي مجموعة لتعليم البرمجة للأطفال والمبتدئين، تمام؟ إحنا عاملين بدل ما تودي كورس إحنا بنعلمه في البيت من المنزل، تمام؟ عبارة عن ثلاث مجموعات مع بعض، عرض عليهم برمجة الألعاب. أنا هدفي إن الطفل بدل ما يبقى مستهلك يبقى منتج للألعاب، هو اللي يصمم لعبة بنفسه، بيعرف يعني كود، يكتب كود إزاي، بيعرف لغات البرمجة اللي هي السكراتش، وبعد كده بيطبق عملي على أكتر من لعبة أنا عملتها بصوت وصورة زي كده، هو الطفل اللي بيعملها بنفسه، تمام؟ نفس الفكرة في الروبوتات، إزاي يعمل روبوت خاص بيه هو ويتحكم فيه من خلال قطعة الأردوينو. إيه الأردوينو؟ الأردوينو ده بنشرحه، بنشرح إزاي برمجه علشان الطفل يتحكم فيه، وبعد كده بديله أمثلة عملية هو اللي بيعملها بنفسه. آخر مجموعة اللي هي الهواتف الذكية، إزاي يعمل أبليكيشن لأي موبايل. دي فكرة المجموعة، ثلاث مجموعات عبارة عن 5 كتب ومعهم فلاشة عليها الشرح وعليها البرامج والأدوات. مدى تشوف هذا شوية صعب على الطفل أم هو بطريقة سهلة؟ بصي إحنا أصلاً معمول للأطفال، يعني هنا هتلقى العمر من 6 سنوات ل 16 سنة. يستوعب أكو سنة. هو موجه للأطفال أصلاً. أوكي. شكراً لك وموفق. طيب غير هذا التعليم البرمجة في شنو؟ في عندي قصص للأطفال برضو. القصص دي بالكيو آر، يعني غير أن الطفل يقرأها يقدر يتفرج على الفيديو الخاص بها من خلال الكيو آر اللي موجود. عندي حاجة لتنمية القدرات العقلية للطفل اللي هي الآي كيو، ده مهم جدا للطفل أن أنا بنمي عنده الذكاء والذاكرة والتركيز. ده في منه برضو بالعربي وفي منه بالإنجليش، تمام؟ عندي حاجة زي كده اسمها اكتشف ولون. عندي برضو مجموعة خاصة بالرسم والتلوين. عندنا مجموعة للعلوم، كل العلوم، علوم مستويات، تمام؟ في حاجات للبيبي اللي هو الكلمات الأولى، ده من عمر 9 شهور، تمام؟ الكلمات اللي بتبدأ بيها خالص أول شيء. في مجموعة تانية للبرمجة زي مشروعات الأردوينو، دي مشروعات خاصة بالروبوتات، إزاي يعمل روبوتات، في حوالي 15 مشروع للروبوتات. في عندي برضو مجموعة لتصميم المواقع، إن هو يصمم موقع HTML مع الجافا سكريبت
مع سي اس اس، ده التخصص اللي احنا موجودين. رائع جدا، شكرا، موفقين. يعني معلومات جميلة وحلوة انه يكون طفل بهذه الاعمار الفئة العمرية ممكن يخصص موقع له، ممكن انه يبرمج او ممكن يصنع له تطبيق خاص به. حلو، هستمر وياكم، خلينا ننتقل لدار الالوان للطباعة والنشر. ماكو احد اكيد موجودين بس بهذا المكان مو موجودين. السلام عليكم ست، شلونك؟ شو اخبارك؟ تعرف عليك؟ انت تعملين موظفة لو؟ لا والله انا هسه لا اروع على الكتب. اي والله عجبك شيء لحد الان اشتريتي شيء؟ طبعا اكيد هواي اشياء، يعني عجبتني شغلات من ال اي خلينا نشوف والله شكو بيها العلاج. الجمهورية الاسلامية عجبتني، هاي دليل السفر من ايران. من ايران اي اي شغلات حلوة يعني، وحيتعرف على هاي. هاي مثلا قزوين، دليل سياحي الى قزوين بعد بالله. كلستان، جيلان، هاي مناطق شمال ايران كلش حلوه. اي احنا رايحينها يعني بس مو كلها، فيعني نتامل انه نزور بعد زياره. دليل بعد يعرفك على اماكن ما تعرفيها سابقا. يعني المكتبه شيء كلش حلو، يعني هو عالم بحد ذاته يعني واحد يغرق فيه. طبعا ان شاء الله تلقين بعد اشياء. شنو الاشياء اللي تحبيها غير السياحه والسفر؟ والله اني منوعه يعني احب كل شيء، يعني كل ما يجذبك ماكو شيء معين. يعني عناوين ثقافيه يعني كلش احب هي هيك يعني اي يعني كتب عن الثقافه ماكو يعني شيء. اي نعم. شكرا ست، موفقه. حلو مشتريه اشياء خاصه للسياحه، تقول اتعرف على المكان قبل لا ازوره، خاصه هاي الفكره موجوده في الجناح الايراني، عندهم فكره عن السياحه. السلام عليكم، مكتب الاب المربي الشيخ منتظر الحفال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. اعطيني فكره الوقت. احنا مكتب الاب المربي الشيخ منتظر الخفاجي، استاذ مدرسه الاخلاقيه، وعنده نظريات متجدده بهذا الجانب خصوصا التنميه البشريه. كل هذه الكتب الموجوده هي مؤلفات سماحه الاب المربي، وعندنا كتب تربيه الاسره، عندنا ومضات تربويه، كتاب قواعد الإيمان بمسير الإنسان الإيماني مع الله سبحانه وتعالى. وسماحة الأب المربي أيضا عنده توجه بالجانب الإنساني من خلال منظمة نور السماء الإنسانية. موفقين، شكرا جزيلا. الله يحفظكم، نشكركم. الله يخليكم، أكيد احنا مستمرين وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أعرف عليك. أهلا وسهلا، أنا عبد المهيمن عبد الأمير، طالب جامعة البيان مرحلة ثانية أسنان تخصص. طب أسنان أي مرحلة أنت؟ مرحلة ثانية، من طلاب منحة مؤسسة العين المباركة. نعم ما شاء الله. يعني والدي متوفي فالمؤسسة احتضنتني ودعمتني وعن طريقهم سجلت بجامعة البيان كلية طب الأسنان، إن شاء الله مرحلة ثانية، وكنت مكفول عندهم قبل ما كنت صغير. يعني يعني أنت من الطفولة مع المؤسسة ساعدوك بأن توصل لهذا المستوى؟ مؤسسة مباركة ومحترمة، وأنصح الجميع أنه يساعدوها، وجاي تقدم اشياء المجتمع ما يقدر يسويها لليتيم، خاصه مثلا الاعمام والاخوال ينشغلون بالمشاغل الدنيا، فالمؤسسه تكون سند اليتيم وحاضن لليتيم وتساعد اليتيم وتوقف قدر الامكان مع اليتيم. يعني انا ايام السادس اعدادي حاولوا يوفرون مدرسين خصوصي، وحاولوا يوفرون لي هواي امور قرطاسيه، ادوات المدرسيه من انا صغير يعني، حد ما كبرت واعتمدت على نفسي وقمت اشتغل، فانقطعت الكفاله عني ودعموني دراسيا بعدين. يعني احساني اقصادي 4 ملايين المؤسسه تكفلت بهم، يعني مو انا انطيهم، المؤسسه بدعمها، ويعني فادوني كثيرا. راح تفيدهم بعدين؟ شنو راح تقدم لهم خدمات مستر الدكتور؟ قبل قليل التقيت بالبوث مالتهم هنا بالمعرض، وعرضت عليهم خدماتي بالجامعه، ان شاء الله راح اكون مندوب لهم مع الطلاب، اعرض للطلاب خدمات المؤسسه، اعرف الناس بالمؤسسه، مؤسسه محترمه ومباركه، وانصح الجميع يدعموها. يعني يعني راح تصير طبيب تابع للمؤسسه ان شاء الله. هاي الفكره المستقبليه، داعم للايتام، داعم للفقراء ان شاء الله، وهذا الشيء ربطنا عليه المؤسسه، وانا قارئ قران ربطني المؤسسه على هذا الشيء، المؤسسه فادتني كثيرا. هذا منو يدق عليك ولا عليك؟ خلينا نشوف، خلينا نجاوبه. هذا صاحبي دكتور. اي صاحبي هنا وياي بالمعرض. اوكي بس سؤال اخير. نعم. اليوتيوب هو مو الناس يشوفوها مرحلة بأنه نعم. بعد توقف الحياة توقفت. نعم. بل هي نقطة انطلاق. أنا هيك أشوف. اليتيم رب العالمين أولاً هو يكون السند، ثانياً الأم. يعني أنا والدتي يعني إيش قد ما أسوي، إيش قد ما أتعب، إيش قد ما أقدم لها ما أجازيها. أنا والدي توفي 2004
وأنا مواليد 2002 يعني عمري سنة وست أشهر، والأعمام والأخوال ملتين بأمور الدنيا فما داني بال إنه، بس والدتي هي اللي وقفت، هي السند يعني، عافت حياتها ضحت بشبابها على مودي أني وإخواني طبعاً. أنا عندي أربع أخوات الحمد لله متزوجات، وعندي أخوي أصغر مني. فالمؤسسة طبعاً مع والدتي والناس الخيرين كانوا هم الدافع والساند إلي، يعني أنا ما كنت أحس باليتم بوجود المؤسسة ووجود الوالدة الله يحفظها يعني. فالوالدة قدمت العطاء الكثير يعني الحمد لله. احنا هسه طلعنا خارج الموضوع عن الكتب والمعرض، لان سبحان الله هذا اجى الموضوع مؤسسة العين اجت هي توفيق هذا. انا اشكرك اخويا وان شاء الله نشوفك دكتور وموفق. انت موفق اساسا، شكرا لك. انا ما طول التقيت وياكم، اكيد هذا توفيق من رب العالمين. اذا تحبون نتكلم عن الكتب عادي، انا عندي اطلاع عن الكتب. بعد تعبناك، خلينا ناخذ فاصل. شكرا لكم. إلك شكرا، ناخذ فاصل بعدها راجع. عودة لكم من جديد مشاهدينا. طبعا بالإضافة إلى معرض الكتاب هو خاص بالكتب، أيضا في ندوات تعقد صباح كل يوم مجموعة من المواضيع، وموجود مكان مخصص إذا حبيتوا، وأيضا مواضيع هذه الندوات موجودة في صفحة المعرض. بالإضافة إلى ذلك توقيع لمختلف المؤلفين بإصدارات أولى لمختلف مواضيع الكتب. إحنا اليوم عندنا السبق لأحدى الكتب، راح يوقع إن شاء الله يوم الأحد للكاتبة تمارا خالد. عنوان هذا الكتاب هو رحلة الارتقاء من عصر الشقاء، راح نتعرف وياها أكثر على تفاصيل الكتاب وياها. تفضل ست تمارا. السلام عليكم. السلام، شلونك؟ ألو حبيبي. إحنا قلنا إن سبق بهذا الكتاب حتى نعرف تفاصيله وإياك، شرحي لنا فكرة رحلة الارتقاء من عصر الشقاء. هو مجموعة مواضيع مقالية تهتم بعدة جوانب، من الجوانب المجتمعية والقانونية والنفسية وجوانب المرأة، كوني مهتمة ناشطة يعني بحقوق المرأة، وأكو بعد قانوني، أكو مواضيع ربطتها ببعد قانوني أيضا، مواضيع تخص الطفل، مواضيع تخص المستقبل يعني هيك. هذا أول إصدار إليك أم كتبتي سابقاً كتب غيرها؟ هو كمولود جديد الكتاب هذا أول كتاب إلي، بس كمقالات أنا أكتب مقالات يعني من عدة سنوات، وعضوة كنت بصحيفة الزمان وباقي الصحف على منصة. أنت كمؤلفة لكتب إن شاء الله هذا مو الأول إن شاء الله، رأيك بالكتب اللي موجودة في معرض بغداد؟ والله كلها حيوية وكلها كتاب، الأغلب الكتاب أعمار يعني بعدهم بداية أعمارهم، هذا الشيء ينطي لمحة أنه إحنا عندنا فد مستقبل واعي حيرجعنا للكتب الورقية ونطلع من نمط البي دي اف والتكنولوجيا وغيرها، لأن إحنا هسه عصر تكنولوجي ومعتمدين على البي دي اف وغيرها. فالحمد لله وشكر هذا يخلينا أنه نحس أنه إحنا حنرجع للأيام السابقة، أيام أجدادنا، الورق والكتب وهاي الأشياء. بالأمس كان رأي مختلف لكلامك، قال بأنه الكتب الموجودة هي عبارة عن رسالات وأطاريه استفاد منها الدراسات العليا، شنو رأيك؟ أنا أشوفها شاملة، يعني يوم أنا دا أشوف تخص الأطفال، تخص المراهقين، تخص الكبار، تخص الدراسات، كل من يدور على الجانب اللي هو يحتاجه. إحنا ما نقدر اليوم نحصر الكتب بموضوع معين دراسات أو غيرها، لا هو اسمه معرض، هذا يعرض كل أنواع الكتب، كل أنواع المواضيع اللي يحتاجها الشخص اللي هو يبحث عنها. يعني حسب الدار أو المكتبة هي اللي تختار هذه الكتب، بعضها أيضا تسويقية وتجارية. أكيد أكيد، هو اليوم إحنا أكو مؤلف يكتب حتى مثلا يستفادون البقية من أفكاره، أكو مؤلف على مود يستفاد كتسويق. اليوم أنا من ألفت هذا الكتاب صراحة أنا ألفته بدون ما أخليه بدار نشر على حسابي الخاص، فكرتي أنه أنا ما أريد أنه استفاد منه ماديا بكثر ما استفاد منه أنه يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس يستفادون منه ومن الأفكار اللي أنا طارحتها داخله، لأن كل موضوع أنا اليوم شاملته بحلول وبتطبيقات حتى يستفاد منها المراهق ويستفاد منها الطفل والكبير والصغير. شاملة ست تمارا، أنا أشكرك، موفقة، إن شاء الله نشوف السنة القادمة في إصدار قادم. إن شاء الله أكيد، إن شاء الله هو بنهاية السنة الإصدار الثاني. إن شاء الله، شكرا، ممنونة. هاي إن المفروض قولي. شكرا، بس وقعي لنا إياها. أكيد نستمر وياكم، نتعرف على الأستاذ. السلام عليكم أستاذ. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، دكتور ماهر جبار الخليلي. اختصاصك دكتور بشنو؟ أنا مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الإمام الكاظم. اختصاصي بدكتوراه تاريخ الحديث والمعاصر. يا اهلا وسهلا، شرفتونا. رايك بالموجود من مراكز دراسات وشفت دور نشر مختلفه، رايك بالموجود؟ حقيقه معارض الكتب هي من اهم وسائل النشر الثقافيه
في كل بلد. واليوم نشوف ان تطور الحاله الثقافيه بالعراق بمعرض باكثر من معرض، سواء في بغداد معرض العراق او معرض بغداد او معرض اربيل او معرض النجف معرض البصره، هذه انتشار هذه الظاهره ممتازه جدا، لان هي واحده من وسائل النشر الثقافي. اليوم موجود اليوم بالمعرض الكتاب معرض بغداد الدولي للكتاب، دور نشر عربيه وعراقيه منتشره على ساحه على مساحه كبيره، تعرض منتجاتها منشوراتها للقارئ العراقي. هاي المفروض انه الشباب العراقي المفروض يعني من الضروره بمكان ان يستثمرها العراقيين وجود هذه الدور النشر، لان مو دائما متواجده، ويستثمروها لاختصاصاتهم. دكتور حسب اختصاصك انت وانت مركز خاص بالبحوث ولازم تطلع على ما يبحث فيه الاخرين في دول اخرى، مع السلامة سيد، 14 دولة مشاركة، رأيك بما طرحوا هذه الدول؟ طبعا ما مطروح هو كل جيد جدا، ونحتاج الى تطوير هذه الدائرة، يعني اكيد نحتاج الى دول اخرى والى دور نشر عالمية، نحتاج الى تطوير هذه الظاهرة. ما لاحظت اليوم ما موجود انه وجود المملكة المغربية في اول مرة بعد فتح السفارة، ودار يعني حقيقة المعرض مالتهم كان واسع جدا وكبير جدا وكتب نادرة. ما لاحظت ايضا دور النشر العراقية اللي تخص مراكز البحوث الاهلية، اللي مثل دار مكتبة رواق، مكتبة مركز رواق عفوا رواق بغداد، مركز البيان، انه نشروا منشوراتهم بشكل جميل جدا بتفاعل مع الحاله العراقيه والحاله العربيه والحاله الدوليه، وهذا مهم جدا لمراكز الدراسات والبحوث ان يكون منشوراتها على مستوى عالي من التقنيه ومن الاعداد ومن اختصاص الموضوعات. أشيدك دكتور، شكرا جزيلا، فكر واسع انطيتنا وانطيتنا فكره حلوه حتى الناس تعرف شنو موجود بالمعرض. ممنونه، الله يوفقكم. اكيد مستمرين بتغطيتنا هذه المباشره من ارض معرض بغداد الدولي للكتاب حتى نتعرف اهم الاشياء اللي موجوده في هذا المعرض. خلينا نتقل شويه مصورنا. السلام عليكم ست. السلام، اتعرف عليك ست هيفاء الرماحي مشرفه التربويه. يا اهلا وسهلا، بما انه انت تربويه ومعنيه بشان الطلاب، اي تربيه بالضبط؟ يعني اي فئه عمريه انت مدرسه؟ ابتدائي. تربيه الكرخ الاولى. حلو. طيب شفتي اللي الموجوده المواد اللي خاصه للاطفال، رايك بالموجود؟ والله فكره المعرض، يعني احنا طبعا رواد المعرض، كل افتتاح معرض الكتاب احنا من مقتنيين الكتب الموجوده بالمعرض. فكره انه تنميه وتوعيه التلاميذ خاصه الفئه العمريه الابتدائيه، انا كلش يعني ايد فكره انه توعيه التلاميذ وخاصه بالمكتبه المدرسيه، أنا دا أشجع هذا الشيء. وهسه طرحنا هم كان يعني موضوع أكو محاضرة، فطرحت فكرة إنه ننمي المكتبة المدرسية. أنا أتذكر من إحنا يعني كنا صغار بالابتدائية مدرسة العربي تنطينا يوم الخميس تنطينا بحث وتقول لكم أسبوع تروحون للمكتبة العامة، ما كانت مكتبات بالمدارس وهذا، نروح للمكتبة العامة. إحنا صغار يعني صف خامس ابتدائي كنت، فنروح للمكتبة العامة نسوي ناخذ كتب نستعير، ننطي الهوية مالتنا ونستعير الكتب ونرجع على البيت ونسوي بحث عن هذا. هذه تنمي في الثروة اللغوية عند التلميذ، توسع مداركه، توسع عقله. هسه للأسف احنا صارت المكتبة بعض المدارس كشيء زينة للمدرسة، انه يتفاخرون انه عندنا مكتبة، لكن هو التلاميذ ما يدخلون المكتبة. فأني أتمنى يعني من وزارة التربية، وأني هذا إن شاء الله المقترح يعني دا أنميه هسه بمدارسي، أنا اللي أكون عليها مشرف صديق ناقد، راح أسوي مسابقات بين المدارس وأنطيهم كتب يعني معينة، بالإضافة إنه لازم المشرف على الكتب إنه يقرأها، لأنه أكو عندنا كتب مثل ما تطابق مستوى التلميذ وهذا زين، فأشرف على قراءة الكتب وأوزعها للتلاميذ ونسوي مسابقة بها
احنا راح ننشئ جيل محب للكتاب، عنده فد ثقافة، عنده فد معلومات عن باقي الدول، باقي المحافظات، باقي الثقافات. فإن شاء الله هذا المشروع أنا راح أبدي به. إن شاء الله موفقة. إحنا ما ننسى التغيير شوية بالتعليم الآن، بطريقة التدريس اللي تغيرت، صارت بنشاط بجروبات داخل الصف، نشوف نشاط مثلا زراعة، نشاط حسب العلوم تطبق بمختبرات موجودة في المدارس، بدأ الأفق يتوسع. بس المكتبة مثل ما تفضلتي ما مفعلة هواية ببعض المدارس بها. أنا أشكركم وأشيد على هذه الجهود وإن شاء الله موفقين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. أكيد مشاهدينا بعد هذه الجولة الممتعة في معرض بغداد الدولي للكتاب، للأسف الوقت خلاص، إن شاء الله نلتقيكم باكر نفس الموعد الساعة 5. خليكم على الموعد، إلى اللقاء.